كاذانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. أين هو اللقاح؟ لماذا تأخر كل هذا الوقت؟ متى سيتمكن الشعب المغربي من أخذ جرعاته من اللقاحات المتاحة؟ هل تأخر التطعيم في المغرب فقط؟ أم أن دولاً أخرى ما زالت تنتظر دورها؟ فرضيات كثيرة وبعضها مقلق تكشف أسباب تعثر انطلاق عملية التلقيح بالمملكة المغربية. العملية تعرف بطئاً في كل دول العالم بسبب عدم ثقة الشعوب في لقاحات يعتقد أنها غير آمنة. الفرضية الأولى هي استقالة الرئيس المدير العام لشركة سينوفارم والمدير التنفيذي وعضو اللجنة الاستراتيجية ولجنة الافتحاص. صحف مغربية أكدت أن هذه الاستقالة بالإضافة إلى تقارير تتحدث عن ضعف فعالية اللقاح الصيني مقارنة بلقاحات أخرى أربكت أوراق المغرب وجعلته يتريث قبل الترخيص بدخوله. مصادر علمية قالت إنه إذا ما اتضح ضعف فعالية اللقاح الذي راهنت عليه المملكة فإنه من الممكن اتخاذ قرار جديد بإبرام عقود مع مختبر آخر. الفرضية الثانية هي ضعف القدرة العالمية على إنتاج العدد الكافي من الجرعات، حيث يتطلب تطويق الفيروس إنتاج 10 مليارات لقاح، وعلى الرغم من تعهد شركة أسترازينيكا بإنتاج 3 مليارات جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وتعهد شركات أخرى بإنتاج كميات كبيرة من اللقاح، فإن الشركات المنتجة يصعب عليها الوصول إلى إنتاج 10 مليارات جرعة، ما يعني عملياً أن اللقاح نادر في السوق وأن الطلب يفوق العرض المتوفر. أما الفرضية الثالثة الأكثر إثارة للمخاوف هي أن الدول الغنية قررت أن موعد تلقيح الفقراء لم يحل بعد. كيف ذلك؟ وقد أكدت منظمة الصحة العالمية أن عملية توزيع اللقاحات ستكون عادلة ووضعت خطة واضحة لتنزيل ذلك، وهي خطة أعطت الأولوية للفرق الطبية والمسنين وذوي الحالات المرضية الحساسة في كل أنحاء العالم. لكن يبدو أن الدول الغنية لم تلتزم بذلك، بل إنها أصرت على حجز كميات هائلة من الجرعات لتلقيح شعوبها بالكامل، وهو ما يضع مصانع اللقاحات أمام صعوبة إنتاجها في الوقت المطلوب. هذه الفرضية ليست مرعبة فقط، بل إنها الأقرب إلى أن تكون حقيقة. فتصريح كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أكد ذلك عندما قال إن اللقاحات تستهدف الدول الغنية حتى الآن، ولا تزال الدول الفقيرة بعيدة عنها، ووصف الأمر بغير المنصف، مؤكداً أنه يجب على الدول الغنية ألا تمنح اللقاحات لجميع سكانها، لأن الفئة الأكثر هشاشة في الدول الفقيرة ما زالت تنتظر دورها. فرضيات كثيرة والواقع واحد، لا لقاح حتى الآن، ليس في المغرب فقط بل في كل الدول الفقيرة. لماذا؟ لأن الدول الغنية لم تتعلم دروس الجائحة بعد. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.